أهلا بكم إلى موجز الأحداث الرياضية على قناة الحدث الإفريقي. ذكرت تقارير إيطالية الخميس إقدام الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا على ارتداء قناع واق للوجه بسبب إصابته بكسر على مستوى الأنف. وأفادت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية بأنه سيرتدي قناعا واقي الوجه في مواجهة بولونيا يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء. اكتفى أيمن الحسوني لاعب الوداد الرياضي عشية أمس الخميس بتدريب انفرادية ضمن استعدادات الفريق الأحمر لمواجهة الهلال السعودي لحساب الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية المغرب 2022. ووصل الفريق الأحمر عشية أمس الخميس تدريبه بمركب محمد السادس لكرة القدم في الرباط بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء الحسوني الذي قام ببعض التمارين الانفرادية والجارية. قام الناخب الوطني المغربي وليد الركراكي بزيارة بعثة النادي الأهلي المصري المشارك في كأس العالم للأندية المغرب 2022، وقدم الركراكي التهنئة للفريق المصري بعد تأهله إلى ربع نهائي مونديال الأندية بعد تغلبه على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهداف للا شيء. أتينا إلى نهاية الموجز الرياضي، شكرا على المتابعة، في أمان الله.